جمعيتي المفضله ما نجمش نقول عليها. اما حاجه واحده لا لا خنكلم. الجمعيه الوحيده اللي ممكن هكا هي بلادي انا بوسالمي. انا بوسالمي ونعيش في تونس لهنا فهمتني. ممكن الجمعيه الوحيده نرعش عليها ونتصور اي واحد فيكم لانه يحب لعبت فيها لعبت اللي فديت معناها فهمت. انا كنت نشوفوا بدني معناها تبقى وكنت جارديان معناها التو مازال التراس فهمت. دونك البلادي هذيك هيك حتى كي نبدا بعيد نرعش عليها ما بارسا صدقني واحد نزفر الحمد لله يا ربي معناها الناس كل ربحت معايا وخسرت معايا. واني قلت لك اللي باهي واللي ان شاء الله هذا والله ميساج نحب نوصل للعباد يا ولدي رايهم فانت كونت كوره راهو باش نعملوا جو باش اليوم تربحني وغدوه نربحك وتشيخ عليا اليوم وتشيخ عليك غدوه وصحي وفات كوره هذيك هي فهمتني. جي لا منظومه فاسه بالله سامحني هالكلمه هالمنظومه الفاسه يا اخي المنظومه شكون فيها فيها انا وجوارات منظومه فيها انا فيها جوارات فيها لي زونترونور فيها لي ريسبونسابل فيها وزاره الداخليه فيها وزاره التجهيز فيها حمايه مدنيه هذم كل الفساده تي شنو تي ما يجيش اذا ما كلام نورمال ما يتقالش وسيرتو من راجل سياسه